اللي نقول لكم الاخوان انا نقول لكم واخا راه انسان راه غاضب، راني غاضب انا ماشي نقول لكم انا ولا راه حنا غاضبين على الوضعيه. لحقاش حنايا انا كندخل ديرك نهضروا من كان توقع شي حاجه ندخلوا كل شيء يخرج دروك بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه، بحال داروا اضراب على الطعام رجعوهم جمعوهم للحبس الاخوان المختطفين بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه عندنا، بحال اللي الدعوه راه مليحه. حنا هذا هو الخطا اللي كنطيحوا فيه دائما كنطيحوا في نفس الخطا ودائما التكرار. انا في 4 سنوات نتاع التكرار نفس الشيء، تعرفوا ديك الاعاده هذاك هو اللي كيدير لنا الدوله الديكتاتوريه نتاع محمد السادس، دوله النظام الممخزن اللي كيدير لنا. والله واخا انا هذا النهار هذا ما بقيت نشوف، قلت نشوف في فيسبوك ونشوف الاخوان ديالنا واش تا كايبارطاجي واش كايشوف، جبرت كيرجعوا عاوتاني لهذوك شي حوايج بلا ما نهضروا بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه. واش النضال خصنا نكملوها الاخوان؟ النضال المختطف راه في الحبس، واش نكملوا على الطريق ولا نبقاو نوليو مارشاريان؟ واش نبقاو نزيدو خطوه لقدام ونزيدو زوج اللور؟ راه عمرنا ما نوصلوا لشي حاجه. النظام الديكتاتوري ديال محمد السادس خرجنا للشارع ورجعنا للديور، هذه هي اللي السياسه الممنهجه ديال المخزن ديال الدوله ديال الطاعون نتاع الامير ديال المجرمين، كيوصلونا بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه. صاحب لهم حنايا ما عاديش نبردو دروك، صافي كاجينا واحد الحاجه المختطف ما نشوفوش، فرقوه ديروه قتلوه اغتصبوا ديروا اللي بغيتوا، راكو درتوا كلش. الاضرابات على الطعام داروا العديد من الاضرابات، ولكن حنا كنطيحوا في نفس الخطا اللي كنطيحوا فيه. واش الانسان راه خصو يتعلم المره الاولى؟ انا ما راضيش ندير عليكم نولي استاذ ولا معلم ولا لا، كنشوفوا الخطا الاول الثاني الثالث. الله ان الله يقبل التوبه عن عباده، ولكن ماشي تبقى تكفر وتولي وتكفر وتولي وتكفر وتولي. واش نكملوا واحد الطريق ديالنا باش يخرجوا المختطف ولا نبقاو نستناوهم حتى يديروا اضرابات على الطعام؟ هذا هو السؤال المطروح. انا اللي راهي بان لي اللي كنشوف الاخوان وهذا السكوت هذا بنهار الجمعه لهنا، لا اله الا الله محمد عبده ورسوله، بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه. واش حتى يموت بنادم؟ واش حتى يطيح بنادم في الارض؟ واش حتى بنادم يبقى يلقف وتعذقوا عاد نبقاو نوضوا يقولوا ما راه وما عاد يخرجوا ينبحوا؟ درك راه طاح نبيل عاد يخرجوا ينبحوا، طاح ناصر عاد يخرج يتبحوا، طاح فلان وفلان 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 عاد يخرجوهم. ولكن الاخوان لا، النضال ماشي هذا هو العهد اللي اعطيناه المطالب المشروعه اللي طالبنا، اللي خرج الحراك المبارك المقدس على المطالب واللي طالب بالمطالب داوه للحبس وراه في الحبس. ومن كيدخل اضراب على الطعام كنخرجوا بالتدوينات ونخرجوا بالمباشرات، وكاين اللي يقول لك نديروا الوقفات، وهذاك الوقفات خصها تكون متتاليه. اللي قدر شي حاجه يديرها واخا كاين المرض واخا كاين هذيك، ولكن ما تخليوناش نحسوا باللي كنشوفوكم النظام كيلعب بينا. ما نبغيوش نشوفوها، ما نبغيوش نشوفوها عند الاحرار، النظام راه كيلعب بينا وحنا كنوليو بحال اللي ما كاين والو. ايوا درك راه الحمد لله كاع راه غلبنا، راه انتصرنا. ما انتصرناش، ما انت رانا مهزومين. مي حضر يحكم داك القاتل، مي راه حضر عاد يطحن والسجناء راهم في الحبس عاد يشوفهم معنا كحله. انا راه عييت كنتمالكوا الاعصاب ديالنا، نحترم الاحترام ديالي للاخوان الاحرار والحرائر برا اقبل ارجلكم وايديكم، ولكن الاخوان راه ماشي هكا. نهضر على راسي وعلى الجميع، راه ماشي هكا. كتشوف البروده حتى في التعليقات، حتى التعليقات ديال الناس ولا يدير شي حاجه ولا يكتب شي تدوينه كتجبر باللي فيها الضعف. بحال الانسان خصو يسكت، لا ما تسكتوش الاخوان، ما تسكتوش. الناس راها في الحبس، النظام عاد يدخل يتقهوى، النظام الممخزن عاد يقول صافي راه جمعتهم عاوتاني حتى المره اخرى نسيهم وندير لهم عاوتاني نفس الشيء. ماشي احنا رانا غير نناضلوا، ولكن هما اللي راهم يتعذبوا، اللي راهم في الحبس العائلات ديالهم عاوتاني معذبين معاهم. واش هذا المنكر هذا 4 سنين وما يلعبوا بينا الكره ولينا دراري صغار؟
لعنات الله على الظالمين. عينا ما نهضروا، عينا ما نديروا، ولكن النظام خصو واحد الحاجه اللي مهم. احنا ما عاديش نهضر، عادي نشوفوا ان شاء الله يفوتي غير تحل شويه الحداده، عادي تعرفوا، عادي تعرفوا القانون، تعرفوا الحق ديال الاحرار والحرائر، العهد اللي اعطينا 4 سنين ما عاديش نزيدوا 4 سنين اخرى، ما عاديش نستنى حتى يدخل ناصر على الاضراب على الطعام، ما عاديش نستنى حتى يدخل نبيله حمجيك على الاضراب على الطعام، ما عاديش نستنى حتى يطيح هذا الجور والدم يبقى يسيلو بالفم، ما عاديش نستنى وما عاديش نستنى. واش هذا الشيء هذا الاخوان؟ واش هذا المنكر؟ اللهم ان هذا منكر، اللهم ان قد بلغت. حنا بنادم يقول لك علاش تقولوا راه فلان وراه فلان وفلان، كان اتفقوا على واحد الحاجه، المختطف راه في الحبس. فاتت السبت قلت انا السبت قلت لحد، قلت نشوف التعليقات ديال الناس، بحال اللي ما كان والو، ما كاين والو، بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه، بحال اللي المختطف راه يسارى في الريف، بحال اللي ناصر راه عاد في الحسيمه، بحال اللي نبيل راه مع امه ما دارت لا عمليه ما مرضى لا مخزن لا والو، بحال اللي محسن فكري ما ماتش ما قتلوش النظام، بحال اللي كمال الحساني ما ذبحوش. يا ودي نعلو علينا الشيطان، ثبتوا راسنا واش نكملوا الطريق، حنا رانا على الطريق انا عارفين، ولكن ثبت بها الاخوان ونثبت راسي، ما نبقاوش نرخفوا راسنا. واش الا تزيروا الحزامه؟ بنادم يزير الحزامه ويزيد القدام، نزيدوا القدام، ما يلعبش بينا النظام، حنا نلعبوا به النظام، لعب بينا حتى شبع، ولكن عادي نوريو له باللي الاهل ديال كلمه الحق ما كيلعبوش به، ما كيلعبش بهم النظام، وكما كان النظام في العالم ما يلعبش بالاحرار والحرائر، ما كاينش اللي يسكتنا. الكلمه ديال الحق ما كاينش اللي يسكتنا سوى الا خرجت النفس. كيف يعقل الاخوان؟ كيف يعقل؟ واه الحمد لله التضامن مزيان خرجنا، لا اله الا الله صافي. اخوان في الحباسات كيموتوا وكتسناو نسناوهم دروك حتى يطيح، لا لا ردة الفعل ما تكون. كاين اللي يقول لك خص يكون الرد، الرد مزيان ديروا الرد، ولكن الرد واش تبقى فيه ولا غير دير الرد وتقعد في الدار؟ ايوا هذاك هو النظام اللي بغى يربح الوقت. لحقاش ناصر راه في الحبس، لا ميديتي راها تدخل، نبيله حمجيقي تقياد دم ولا طايح تما في الارض يوطاو عليه ولا ما نعرف، هذا الشهر نفس الشيء راه رماو تما في بركان هو وسميري غدا ولا، وحنايا ساكتين. اه لا راه هذيك مي كتجبر في واحد البلاد الراجل عنده 80 عام ويقول لك عاش محمد السادس، غير مسح اليدين ديالك. امين الطياره ديال اسرائيل كتنزل عندكم فدا عندك النظام، انا صافي داك المغرب صايي اللي بغى يمشي فاكونس يمشي لاسرائيل وما يمشيش لتما، ما يمشيش لديك البلاد هذيك. اللهم ان هذا منكر. عينا هضرنا وهضرنا بالسياسه، هضرنا قلت انا يا الحمد لله كاين التضامن، ولكن كيبان لي كل مره كنديروا خطوه ونوليو 10 اللور. ماشي هكك، ماشي هذا هو النضال، النضال الحقيقي التضحيه. واش بنادم يضحي ولا بنادم يبقى يضرب الحساب لراسو؟ حنا راه الكلمه ديال الحق كنقولوها، ما نستناوش حتى يطيح المختطف، راه كاين اللي ولا يوزن 50 كيلو، بغاو يعقدوهم في الحياه ديالهم، كيقول لهم شوف غادي نخرجوا الناس، غادي ندخلوهم، غادي نلعبوا بهم كي بغاو كي بغينا، نخليهم ينبحوا وعادي نسكتوهم، نشوفوا واش تايديروا ونسكتوهم. لا، اللهم ان هذا منكر، المنكر راه حنا فيه، كيقول لك اللهم ان هذا المنكر، هذا هو المنكر، هذا هو النضال. كيما نقولوا دير خطوه وترجع زوج اللور، لا ونكملوا على الطريق يخرج المختطف، نكملوا ماشي نستنى وقفه مظاهره في العام، اي واحد يدير شي حاجه بعدا غير دوك التدوينات ودوك التعليقات وهذاك، ما يحس بنادم باللي دار خطوه اللور صافي باللي بنادم برد. لا، النظام ضربوا في النظام، تشوفوا واش تيعطي النتيجه اللي يعطي. البقرة يا حاشاكم الا ما عطيت لهاش الربيع والماكله ما تعطيلكش الحليب، الا عطيت لها التراب عادي تموت. ايوا بنادم يزرع باش يحصد، يزرع يزرع دابا باش يحصد، راه عيينا تشوفوا الشعب كامل كيشوف كلش في المنكر. دروك يقول لك لا
واش تيخسر عليك النظام تدوينة؟ هي هذوك ولا هذوك راه الحقوقيين مشاو تدوينة، الحقوقيين مشاو صافي، راه الدعوة مزيانة عاد يجتمعوا حنا صافي. يعني ورقة ديال محمد السادس اللي كيوصي عليها كتسكت الأحرار، حاشا ولله باش تسكتهم، والله ما تسكتنا هاد المرة، والله ما تسكتنا، والله ما يخرج المختطف، والله ما يخرج المختطف حتى تشوفوها كحلة. وذنوبكم على راسكم، ذنوبكم على راسكم انتوما، وهذا إما البلاط وهذا اللي داخل منا كيحلل وحاصلين غير في كسميتو في زواج المتعة، وهذو هذو اللي عادي يسيروا البلاد، حاصل غير في زواج المتعة وتعدد الزوجات. ما كاينش هما درك الاحزاب السياسيه لا في اوروبا لا ليه، كل واحد يجي يدير شي بروغرام باش يجبد الناس اللي عنده. لعنه الله على الظالمين. الاخوان فيقوا، واش خصنا نفيقوا ولا نبقاو ناعسين حتى نجبروا 20 عام فاتت ونجبروا 100 عام فاتت؟ واش هذا هو؟ كما قالوا هما الاخوان، راه اضعف الايمان، اضعف من راى منكم منكر فليغير بقلبي، فإن لم يستطع في بلاسي يعني هو بأيديه، ولا إذا كانت مقلوبة رحنا وخا تقول تبدأ بأي يديه وتكمل بقلبي، يقول لك لا تبدأ بقلبي، مقاو غير النقاش على والو، على الأخوة الخاوي النقاش. حنا كتقول شي واحدة كيقول لك لا خصك تقول هكا، واحد الحاجة اللي نتفقوا فيها، الله لا إله إلا هو، الله لا شريك له، بصح اللي يأمن باللي الله هو محمد السادس والعياذ بالله، هذيك راه حاجة أخرى. سمحوا لنا الاخوان، ولكن انا راني عارف راسي واش تا كنقول، كنشوف بالعينين ديالي، العين المجرده، الانسان كيشوف بالعين ديالو، كدير خطوه ويرجعوا زوج خطاوي، كتجبر نتايا التدوينه تناصر، خصو المختطف يجمعوه، وخصو يديرو، خصو يخرج هو يقضي، النظام يسكت صافي، يكتب واش النظام ولا يكتب علينا تدوينه، يسكت الريافه كاملين، النظام يكتب لك تدوينه يقول لك عادي نجمعهم الريف كامل، يسكت المغرب داك الدوله الديكتاتوريه كامله يسكتوا، واخا تضامنوا معنا الاخوه، ولكن نكملوا. واش تعرفوا الا ركبت على الخيل، راه ماشي الا ركبت مع الحق ومع الظلم، راه ماشي كيف كيف، قولها لي يستوي الظلمات والنور. واش حنايا يبقى يمشي فينا النظام؟ لا، حنا يمشينا الحراك علمن كان يتمشى المبادئ ديالو، المبادئ ديالو اللي قلنا والله ما ندخلوا للدار حتى يعطيو الحقوق ديالنا، ماشي والله ما ندخلوا للدار حتى يجمعوهم بحبس، الحبس راه حبس، يا طنجة يا تفلت يا تزمان، ما تحبس حبس، ما عندك ما دير، ربعة ديال الحيوط ناس فايتة عام ما شافتش العائلة ديالها اللي مات اللي حيا كل شي راه باين، واش تكاين اللي مرض منكر صاحبي، والله لا منكر بالله، من كتجبر انت يا واحد يدير لك صباح الخير، هذاك ما رانيش نضرب في بعضياتنا ولا ما كانش المختار، قول له النظام تقعد من تما، واش راكو ديروا، نحركوا المجتمع ديالنا في الديور ديالكم، تكون الهضرة قوية، ما تكونش بنادم ما يوليش باش يمشي، على الله تعالى ان الله يحول بين المرء وقلبه، واش حنا كنقولوا الكلمه ديال الحق تزيد لقدام ولا نبقاو نزيدوا اللور؟ هذه هي الرساله ديالي، نتمنى تكون واصله. اما الهضره مع داك النظام الديكتاتوري هذاك ما كانش الهضره، هذاك الفعل كيعجبوا له النظام، ماشي يعجب له النظام، غير يهضر يقول لك لا الكلاب تنفح والقافله تسير، وهاد المره غادي نقولوها له، القافله تسير وانتم هما الكلاب، وحاشا حتى الكلام نقول لهم سمحوا لنا، ما رانيش نهضر انا، النظام عمره ما وجهت له كاع بعدا شي رساله ولا نقول لهم يحضرات ما، المهم التصعيد هو الحل، التصعيد الاخوان ديالنا يهزوها في القلب ديالهم، هزوا في القلوب ديالكم الاخوان، راه داك النظام كرهنا اكره بنادم اللي يقول واش اللي راقصه والعاهرات يعطي لهم الدبلومات ويعلق لهم تما، والشيكان على بياضه، والاضرحه والزوايا والمنكر والفساد، وزيد وينبعوهم نعسوا عباد الله، الداعشيه غرسوها في عباد الله، الكره الحقد كل حاجه غرسوها في عباد الله. لا الاخوان، النظام ما يسكتناش بواحد الحرف، ما يسكتناش بواحد الكلمه،
النظام الفاشي الديكتاتوري لعنات الله عليك محمد السادس وذاك المخزن ديالك المختطف راه في الحبس عندنا كيف كيف حنا يا يضرب على الطعام نزيدو على طريق طريق وحده يا اما نموتوا بكرامه يا اما نعيشوا بكرامه نبقاو حنا كل مره نستناو حتى تمشي تضربهم حتى تمشي تغتصبهم اغتصبتهم وقتلتهم بالجوع وقتلتهم بالعطش ولعبت عليهم تما في الحباسات وكديرهم مع العصابات ومع القتاله والمجرمين وما هذوك ما افضل الناس هذوك انا وجهوا الرساله هذه واخا راني هضرها كان وجه الله احرار هزوها في القلب ديالكم ما كاينش سكوت سكوت حبسوا سكوت ما كاينش سكوت علاش ربي عطانا الف وما هضروا زقي وهضر على الحق ديالك ناصر يخرج كله يخرج على الشمايت نستناي انا نبقى ساكت باش يقول لك لا باش ما يفرقوش راه في الحبس راهم في الحبس واش تزيد اكثر بهذا الشيء حتى يقول لك مات حتى يقول لك نبيل راه تجمع مع راه هو طاح في الارض ناصر طاح جوج ولا ثلاثه ديال المرات في الارض الدم ديالو يسيل بلوجه ديالو وحنا نبقاو ساكتين لا لا راه جمعوهم ايوا غير الرد يمكن يكون ما كاين بو خير مع ديك الدوله ما عمرو شفنا بها شي خير قولوا لي شي خير شفنا بها قولوا لي شي خير عاودوا وياك التاريخ يسجل التاريخ يسجل وإلى جا ولد هاد السادس هذا داك السفاح إلى جا هذاك تربى مع الدواعيش هذاك تربى مع العصابات ومع مع مع هاد البيدوفيل اللي كينزلوا وكيديروا السياحة الجنسية اللهم إني قد بلغت وراني قلت أنا داك الشيء اللي في خاطري وداك الشيء اللي كنشوفه أنا راه ماشي طاغي انا ماشي عيرود انا ماشي عنتر انا عبد من عباد الله ونتمنى نكون مع عباد الله الصالحين لحقاش الا ما قلتش الكلمه ديال الحق قبل ما يسكت هذا القلب وما تسكت هذا الجودة الا ما قلتش الكلمه ديال الحق نتحاسب يوم القيامه ولكن نشوف انت منكر الدوله كامله تلعب بيك الدوله كامله تمشى عليك تطحنك تدخلك للدار فوقاش ما بغات تخرجك فوقاش ما بغات وحنايا من بعد كدير واحد المباشر ايوا بعدا راه سمعوهم ما تجمعش كاع الهلا يجمعك محمد السادس اطلق للرجال اطلق لهم الشمايت الكلاب لعنة الله عليكم يا القتالة هذوك راه اولاد الشرفاء يا الشمايت يا الكلاب كان هضروا يقول لك على ما عادي تشوفوا واش عاد قولا لو فعلا راه ماشي نديروا غير الاعلام كاين شي حوايج اخرين عادي تعرفوا نديروا الاعلام ديال عاش الشعب وكاين ما نديروا نحركوا فيكم المورال نتاع داك الدوله الديكتاتوريه هذيك الشمايت قابضين الرجال في الحباسات والعاول والشفاره والخوانه والبيدوفيل في الطياير طياب الطيارة ديال إسرائيل تنزل عندك محمد السادس وما يقولك ما عندوش الخبر مسكين ما عندوش الخبر ما عندوش الخبر الطيارة نتاع إسرائيل تنزل عنده في الرباط ويسلم عليهم ما عندوش الخبر كيمشي سيبه عنده شارع سميتو شارع الحسن الثاني في إسرائيل هذه ما عندهمش الخبر يا ودي شمعوا على واش تيقوا في ديك الدولة هذيك أو اللهم تعريو اللهم تعريو على الكتاف ديالكم وماشي نقول لكم العمود بالهضرة والتدوينات تبقى بنادم غادي لواحد الهدف ماشي هدف حتى إلا نسي شي واحد شي وقفة حتى إلا نسي تبقى تستنى كل واحد يدير شي حاجة التدوينات تكون بناء كيما قال الصنديط ماشي تكون إيوا واحد الخطوة تحس براسك غادي في اتجاه أخر لا لا أنا يا كنقول الله ما يحضرها في الحبس هذه هي ما يحضرهم في الحبس الحبس هو الحبس اضرب على الطعام كتسنى في اي وقت اي وقت تسنى في اضرب على الطعام اي وقت تسمع راه قاسولهم شي مرض اخر فرقوهم على الحباسات باش يجيبوا معاهم المرض باش يطلعوا معاهم الامراض والعياذ بالله من بعد يقول قاسوا واحد المرض ذاك الحبسي وهذاك ما اودي راه هذيك الدوله راكو عارفين مع مرانا نتقاتلوا نتمنى من الله تعالى ينصرنا على القوم الظالمين ولكن الانسان من كيشوف من راى منكم منكرا فليغير ومن يناظر بنادم على الكلمه ديال الحق يكمل على الطريق ديالو
ماشي نبقاو حنا نستناو هذاك راه جا فلان راه حقوقي كلب ما يسوى حتى شي حاجه حقوقي يكتب تدوينه بنادم يسكت حاشا ولله هذوك حقوقيين هذوك لعنه الله عليهم كاملين ما كانش اللي يدور عند محمد السادس يقول له انت يا المسؤول انت يا اللي كتبت انت اللي كتبت في الدستور الخطاب الملكي لا يناقش ما كانش شي دوله في العالم ما كانش شي دوله في العالم عند هذا الشيء محمد السادس عنده في القانون ديالو اللي قالوا المحكمه بالسميه ديالو الشارع بالاسم ديالو الكوميساريه ما تهضرش عليه التصاور ديالو فين ما في الدخله ديال المدينه في الخرجه ديال المدينه عوض باش يديروا لك بلاكه ديال السرعه دايرين لك بلاكه مصور فيها محمد السادس واش تعاد يجيب لكم واش تعاد يجيب لكم ها راكو درتو التصويره ديال الحسن الثاني واش ما مشاش الحسن الثاني وقلعتو التصويره ديالو كانت في الدخله والخرجه ديال المدون وكانت في الجوامع وكانت ليه مدسوسه غير في الجناب ما تقلعتش واش ما تقلعوش التصاور ديالو وجا محمد السادس ونفس الشيء يمشي محمد السادس ويجي ولده وتعلقوا التصاور حنا نقول لكم ما نستنى حتى شي واحد نستنى انتم الاحرار قبضوا في طريق وحده قبضوا في طريق وحده نتنافلوا حتى يخرج المختطف والنضال ديالنا حنا بيننا وبين ذاك محمد السادس هذيك طريق اخرى طريق وحده هي طريق وحده في هذه الساعه هذه اللي كنقولوا حنا نشوف على التدوينات نهضر مع الناس اللي كيمشيو لذاك الطريق بحال اللي ساكت حتى الانسان من تهضر معاه كونتاكت عندك مع الاخوان ديالك والاصدقاء والناس اللي كنعرفو واللي ما نعرفوهمش كتهضر معاه كتحس به بارد تحس به بلي داك الدم بردلو من جمعوهم الا الا الدم يكون سخون حتى يخرج يا سخون الدم يطردك بغا تجي الموت غير تجي كاين اللي يقول بالسياسه انا ما نهضرش بالسياسه هذه هي الهضره ديالي راه داير فينا الدير محمد السادس وحنايا نهضرو بالسياسه نبي لا حمجي قلا طانسيو ما يمشيوش يعبروه ما يشوفوش ما يعطيولوش ما يقولوا والو مالو ما كيرحموا بنادم استاذ في الحبس صحافي يهضر على الحق في الحبس خرج قال عاش الريف في الحبس قال عاش الشعب الحبس قال عاش واش هذه واش هذا واش هذا المنكر هذا واش هذا المنكر هذا وحنايا ساكنين بحال اللي ما كان والو راه المختطف راه يضرب على الطعام النهار الاول الزوج الثالث الرابع الخامس هما وقفوا لي ضرب حنا بركنا الارض بركنا على الارض لا لا ثم لا ثم لا الكلمه ديال الحق راه قلتها لكم تبقاو على خير الاخوان هذه هي الرساله ديالي انا من واكره مع ذاك النظام مع ذاك النظام اللي دار هذوك في الحبس والله ما نرتاحوا راه جايين وقفات وجايه خدمه في الطريق يا ميحد ناصر ما راكش في الحبس ميحد يا ناصر ما راكش برا راك في المنزل ديالك ميحد نبيل ما راش في الشارع ميحد محمد جلول ما راش في الشارع هذا شور الوافي كاع اللي درتوهم الوافي لسقتوا له 70 كيلو تاع الحشيش اللي راكو غير ما حشمتوش ما ديروا له في المحضر 700 كيلو عدو الله يا اللي كيفوت الحشيش وكيغرسها انت يا محمد السادس لعنة الله عليكم الرسالة ديالي راه وصلت وسمحوا لنا الاخوان الا ما قريناش الرسائل راه واش تنقول لكم راه بنادم الرسائل ديالنا كاملة توجه لهذا النظام هذا علاش ما نديروش حنايا علاش ما نديروش حنا هذا الاضراب هذا اللي دايرين علاش المختطفين دائما ياكلوا العمود علاش حنايا نضحيو ونكملوا حنا نضحيو لا يجعل شي بركة لا يجعل شي بركة ملينا بهذه الدولة نتاع مرض تبقاو على خير ساعة أخرى إن شاء الله.